متابعينا في اولى حلقات برنامجكم صحه ديال المكياج على قناتكم الدار. صحه ديال المكياج هو برنامج كنهدفوا من خلاله نقربوكم اكثر من سر وتفاصيل اطلالات النجمات. ونجمتنا اليوم وضيفتنا هي وحده معروفه بجمالها ورشاقتها، وكانت خدات لقب ملكه الجمال. معكم اليوم شروق سلواتي. مرحبا بكم في تحدي بدون مكياج على الدار. شروق، اليوم اين نوع المكياج اللي خصاليتي توري للمتابعين ديالنا؟ المكياج ديسكري حيت هو اللي كنستعمل كوتيديانا. داكوغ، نبداو؟ يلا. انتي ضد عمليه التجميل ولا ما عندكش مشكله ديرها الا احتاجيتي لها؟ انا ضد انني نغير من صورتي، يعني كتشوفيني بهذا الملامح هذو بهذه الصوره هذه، ضد انني نغير منها. ولكن فقط شنايفي علاش؟ لانه بزاف الناس لاحظوا او ما بغاوش الشكل ديال لو سوغير ديالي من بعد هوليوود سمايل، فما يمكنش نحيدو نون بلو. لا سول سوليوشن اللي فكرت فيها انه نفخ شي شويه لا ليفغ انفيريور باش ملي نضحك ما يبانوش لي دون بزاف، ولا بداك كيما كانوا كيبانوا اكثر. كيفاش كتعتني بالبشرة ديالك نهار كوتيديان ديالك؟ كيفاش كتعتني بالبشرة ديالك؟ شوفي، هو ضروري ما تبانش الوحدة بالمكياج، وما تكترش منه نون بلو، ولكن ما تعرضش البشرة ديالها ديريكتومون للشمس، يعني داك كريم دو بروتيكسيون بوندون لا جورني او كاو ما دارش المكياج. اي سينو في الليل ابري ما كدي ماكيي الوحدة اي تو، ضروري من لا كريم دو ني. انا كنستعمل سورتو هاد لو سيروم هذا، هذا ما تيفرقنيش، يعني سي توت لي نوي، كل نهار قبل ما ننعس كنديرو، باسكو انا عندي لابو شويه ناشفه، اي دونك هادي زيت اباز داركو و بارفومي اون بلوس، اي دونك فوالا كتعوض ليا شي شويه داك الجفاف اللي عندي في البشره ديالي. حنا عرفناك بان قربتي يعني ديري العرس ديالك، فشكون اللي تبغي يماكيل في العرس ديالك؟ بينغو. شوفي، انا ما كنعرفوش، سي با اون كونيسونس بيرسونيل، ولكن كنشوف ما شاء الله، وكنقولها دائما، كنقولها داك السيد عنده ان دون، ان شاء الله انا جو بونس بيان لو كونتاكتي بيانتو بوغ العرس ان شاء الله. دابا صافي، راكي هضرتي معاه، انت قولي له، قولي له فوالا راني باغاكش ماكيلي في العرس ديالي. مرحبا به والله، يعني انا غير نديسيد ان شاء الله وقتاش العرس، دايره في بالي. مي جو سي با بوكوا انا يعني قانيه عليه. كنتي في العرس ديال ماريا نديم، كيفاش جاك المكياج ديالها؟ انتي كنتي حاضره، شتيها حداك، بانت لك زويونه. يمكن ماشي كاع لي فوتو طلعوا، كاينين دي فوتو اللي جاوها زويونين، اللي هي نزلات واللي دي فوتو بروفيسيونيل، مي دوطغ فوتو بحال دابا اللي تصوروا عادي بلي تيليفون واللي انتشروا بزاف، جات مغمضه عويناتها، فكل شيء خدا ديك الفكره انه لي فوسي اللي يمكن تقلوا عليها، يمكن هذا. ف جو بو با نحكم على الماكياج كوم جو سوي با برو في الماكياج، مي جو سي كو قبالتي مباشره ماريا جات زويونه تبارك الله في عرسها. شوف لي لونتي، هاد اللون جاك زوين ديال لي لونتي. ما انا جيم بيان هاد لا كولور كتجي بزاف مع المارون، لو روج على المارون، و
صافي سي بان شطوطو وشاخ اصلا المكياج ديالك كما قلتي فريمون درتيه بسيط جدا وعرفتو اسرع وحده كدير المكياج هي شروق شحال درتي فيه ما عرفتش شحال درنا ربع ساعه هكا ماكسيموم يعني لا زربنا راه تكون لا تعطلنا بلوطا هي تكون ربع ساعه ماكسيموم ربع ساعه ما كنفوتش قسمايه الجمهور ديالك اللي تبعك اليوم على الدار سكينه ليهم يا ربي تكون حلقه خفيفه على قلوبكم ويا ربي يكون مكياج لو لوك فينال اي فوالا نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من المكياج كوتيديان ديالي بالنسبه للبنات اي تابعوا الجديد ديالي على قناه الدار قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.